مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معكم ميس هبة حسن، مدرسة اللغة العربية. أنا مبسوطة جدا من تفاعلكم مع الفيديوهات وحلكم للواجب، وبشكر أولياء الأمور على تعليقاتهم. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في شرح درس جديد، يلا بينا ندخل على الشرح. السلام عليكم، سنة تانية حلوين حبايبي، عاملين إيه؟ وحشتوني كتير حبايبي. النهاردة درس، النهاردة درس جديد. تعالوا نعرف ايه هو الدرس. حبايبي يا سنة تانية، انتوا شايفين ايه قدامكم؟ ها شايفين ايه الصورة اللي انت شايفينها قدامنا ديت؟ شاطر سمع عبد الرحمن بيقول لي ده صورة ظرف يا ميس. برافو يا عبد الرحمن. الظرف دوت مين شاطر يقول لي بنستخدمه في ايه يا سنة تانية؟ برافو برافو يا مريم. الظرف دوت انا بستخدمه لما ببقى جاية ابعت رسالة او جواب لحد. يعني ايه يا ميس؟ مش فاهم، هفهمك يا حبيبي. الرسالة لو انا جاية ببعت رسالة، لو بابا مسافر او عمه او خاله، اي حد مسافر، مش انا ببعت له بكتب له رسالة كده جواب وبحطها في الظرف وبكتب العنوان بتاعي على الظرف وببعتها لمين؟ لبابا او خاله او عمه اللي مسافر دوت. يبقى دوت درس النهاردة اسمه كتابة رسالة، كتابة رسالة. طيب تعالوا نعرف يا سنة تانية الأهداف بتاعتي بتاعت الدرس. أول هدف عندي إن أنا بتعرف مهارات كتابة الرسالة، أعرف إزاي المهارة بتاع كتابة الرسالة. تاني حاجة أتعرف عناصر كتابة الرسالة. تالت حاجة أكتب مراعيا قواعد الإملاء. يعني إيه يا ميس؟ يا ميس أنا أول حاجة بتعرف المهارة إزاي إن أنا أكتب الرسالة، وبعرف العناصر بتاعة الرسالة. طيب يلا معايا افتح كتاب المدرسة صفحة 118. طيب الكتاب الرسالة هنا بتتكون من حاجات يا سنة تانية لازم نكون عارفينها. إيه هي؟ أول حاجة بكتب إلى، بكتب كلمة إيه يا سنة تانية؟ إلى. طيب إلى مين؟ يعني أنا هودي الرسالة ديت لمين؟ بذكر الاسم بتاع اللي أنا هودي له الرسالة، وبعد كده بكتب النص بتاع الرسالة، بكتب الإيه؟ النص بتاع الرسالة، وبعد كده من كذا لكذا، يعني من أحمد لمحمد مثلا، يعني إلى محمد ومن أحمد. طيب بيقول لك في صفحة 118 في كتاب المدرسة، سل الرسالة كالمثال. أحمد إلى محمد، يعني من أحمد لمحمد، من أحمد لمحمد، ومن أحمد إلى محمد. يعني هنا إلى يعني أحمد إلى محمد، يعني أحمد اللي هيبعت الرسالة لمين؟ لمحمد، ومن أحمد لمحمد. طيب تعالوا نشوف هنا كده يلا مع بعض. حسام، ها حسام إلى أمي، ومن حسام لمين؟ لأمي. برافو يا سنة تانية. طيب مها هتبقى ايه؟ إلى فرح. برافو، يبقى مها هتبعت الرسالة لمين؟ لفرح، ومن مها لمين؟ لفرح. برافو يا سنة تانية، أحسنتم. طيب اختر، طيب واكتب علامة التركيمة المناسبة. أنا عندي لو نفتكر كنا خدنا قبل كده علامات الترقيم يا سنة تانية. ايه هي علامات الترقيم؟ علامات الترقيم عندي تلاتة، نقطة وعلامة الاستفهام والنقطتين والنقطتين. النقطة بتيجي في اخر الايه؟ برافو يا محمد شاطر احسنت. النقطة بتيجي في اخر الجملة. طيب اما علامة الاستفهام فهي بتيجي مع ايه؟ أداة الاستفهام. برافو يا مازن، برافو برافو ممتاز. طيب النقطتين بتيجي مع ايه؟ مع القول او الى كذا. طيب تعالوا كده نشوف يلا مع بعض نشوف كيف
كيف حالك؟ هنا ده ايه؟ برافو، ده سؤال، يبقى احط ايه؟ علامة استفهام. برافو. طيب مع السلامة، خلاص انا خلصت الرسالة وهكتب مع السلامة، يبقى ايه؟ دي نقطة. برافو يا سنة تانية. برافو يا مريم. طيب الى هحط ايه؟ نقطتين. برافو يا سما، شاطرين ممتازين سنة تانية. اقرأ وحدد موضوع الرسالة. اكتب اليك هذه الرسالة لاخبرك بفوزي بجائزة القراءة. طيب هنا موضوع الرسالة بيقول لك انا بكتب لك، بكتب اليك هذه الرسالة، بكتب لك الرسالة دي عشان اخبرك، اعرفك يعني بفوزي بجائزة القراءة، ان انا فزت بجائزة الايه؟ القراءة. طيب هنا موضوع الرسالة فوز بجائزة ولا سفر؟ برافو يا محمد، هتبقى فوز بجائزة، حط تحتها خط. كيف حالك؟ هو بيسأله انت كيف حالك؟ سمعت من امي انك مريض، اخبرني عن صحتك الان، اريد ان اطمئن عليك، انتظر ردك. انا هنتظر ايه؟ ردك. يبقى دي اطمئنان على صديق ولا شكر؟ برافو، برافو يا مصطفى، اطمئنان على صديق. يلا معايا، سل كل عبارة بالجملة المناسبة. انتظر ردك، جملة ختامية، أراك قريبا، كيف حالك، جملة افتتاحية، صديقي العزيز. طيب كيف حالك ده جملة ايه؟ افتتاحية. برافو، ان انا بفتتح الجملة. برافو يا سنة تانية. طيب ها، انتظر ردك، دي جملة ختامية. برافو، ان انا بختم الرسالة بقول انا هنتظر ردك. برافو. اراك قريبا وصديقي العزيز، اراك قريبا صديقي العزيز، يبقى انتظر ردك، دي جملة ختامية، وكيف حالك جملة افتتاحية، واراك قريبا صديقي العزيز. طيب اقرأ الرسالة واكمل. نقط احمد، جايب لك بعض الكلمات يا سنة تانية، اللي هي العزيز، افتقدك، الجديد، الى. نقط احمد هتبقى برافو، الى احمد. الى احمد صديقي. نقط صديقي نقط احمد هتبقى ايه؟ صديقي العزيز. برافو. يبقى هنا الى، برافو، ودي ايه؟ صديقي العزيز. وصلت امس الى منزلي، وصلت امس الى منزلي بفرنسا، الجو هنا شديد البرودة. ها، الى منزلي الجديد. برافو. فاشترى لي ابي معطوفا ثقيلا، تعرفت الى صديقي جديد من مصر اسمه عمر. ها، افتقدك كثيرا. برافو يا سنة تانية. يلا نفتح معايا كشكول الطالب بتاع مدرسة حسام الدين، اللي هي كراسة الأنشطة. أول سؤال عندي بيقول لك نشاط واحد أكمل كالمثال. يوسف بعت لهاني، من يوسف إلى هاني، هالة وندى، هتبقى من مين لمين؟ من هالة إلى ندى. برافو يا سنة تانية. طيب سيد وليد هتبقى من سيد إلى مين؟ وليد. برافو. نشاط اتنين، سل كل رسالة بالموضوع المناسب بتاعها يا سنة تانية. يلا نوصل. صديقي العزيز محمد، أتمنى لك دوام التوفيق، التفوق. صديقي العزيز محمد، أتمنى لك دوام التفوق. هنا ده شكر ولا نجاح ولا الدعاء؟
للمريض، برافو للنجاح. أمي الغالية، وما ننساش بعد إيلة أو أي بداية رسالة بحط نقطتين وفي الآخر بحط نقطة. أمي الغالية، أشكرك على كل ما قدمتيه من أجلنا. ده رسالة شكر، برافو يا سنة تانية. إيلة، بصوا عاملين علامة النقطتين. ماجد، أتمنى لك دوام الصحة والعافية. الدعاء للمريض، برافو يا سنة تانية. نشاط 3، حلل الرسالة التالية من 1/4/2020. طيب، صديقي العزيز مايكل، تحية طيبة وبعد، أدعوك لزيارة وطني الغالي مصر، حيث الآثار الفرعونية العظيمة والجو المعتدل. ستحب مصر كثيرا. من مين؟ من مصطفى. التاريخ امتى؟ يلا، 1/4/2020. المرسل اليه مين؟ ها، اللي احنا راسلينه مايكل. الجملة الافتتاحية يا سنة تانية هتبقى ايه؟ الجملة الافتتاحية عندي، صديقي العزيز مايكل تحية طيبة وبعد. ايه موضوع الرسالة؟ عندي هنا موضوع الرسالة زيارة لمصر لتشاهد الآثار الفرعونية العظيمة. الجملة الختامية، ستحب مصر كثيرا، أراك على خير. المرسل مين؟ ها، مصطفى، بروف من مصطفى. نشاط 4، الإملاء المنقول. أهم حاجة عندي إن أنا أكتب بخط جميل يا سنة تانية. أصبح التواصل أكثر سهولا ويسر. آخر حاجة عندي الواجب المنزلي، وياريت تعملوا الواجب يا سنة تانية وتبعتهولي على الجروب، واشوفكم في درس تاني وفيديو تاني في مدرستنا حسام الدين يا سنة تانية. مع السلامة، وهتوحشوني كتير. وفي النهاية، أرجو أن تكونوا قد استفدتوا الاستفادة المرجوة واستمتعتم معنا، وطبعا من مبادئ مدرسة حسام الدين التواصل، فبرجاء إرسال التعليقات على موقع المدرسة أو على الخاص. كانت معكم مس هبة حسن، معلمة اللغة العربية مدرسة حسام الدين.